طبعا هذه المادة يا اخوان اللي هي مادة النانو سيراميزر، المادة اوروبية، المادة تعمل تجديد وتنمية المحرك، ترميم السلندرات، زيادة العزم والاداء، تحسين استهلاك الوقود، تحسين استهلاك صرفية الزيت. مادة نظيفة ممتازة جدا، فعلا تشعر بفرق بعد استخدام المادة من 100 الى 1500. المادة يصير مفعولها كامل، بعدها تصير ثابتة في المحرك إلى 100,000 كيلومتر. بإمكانك إعادة إضافة المادة كل 70,000 كيلومتر. المادة مستخدمة فعلا ممتازة، جيدة، ممتازة جدا.